السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع متابعينا عبر قناة الأوراس تي في. تحية لصديقي يوسف مزيان اللي ربما دائما نتواصل من خلاله عبر هذه القناة، وهو لينقل هذه المعلومات إليكم. أنا مراسل القناة، شكرا لك صديقي. اليوم نتكلموا على أهم الأعراض اللي يمكن تبقى بعد التعافي من كوفيد 19، يعني الناس اللي مارسوا الحجر الصحي وكانوا مرضى وتناولوا الأدوية انتهوا من ما نقصت عليهم الأعراض الكبيرة، لكن بقات لهم واحد العلامات يعانوا منها، وهذه هما اللي نحاول نجاوبوا عليه بالسؤال بناء على طلب المشاهدين وكذلك المرضى الذين نستقبلهم على مستوى العيادات، بحيث يقول لك انا عندي 15 يوم وعندي شهر اللي وما تعافيت من كوفيد 19 لكن بعض العلامات ما زالت تظهر عليا. وكذلك نتكلموا لماذا في بعض الاحيان يكون التحليل ايجابي، يعني بوزيتيف سيرولوجي دو كوفيد 19 تبقى ايجابيه بوزيتيف رغم مرور مده زمنيه في بعض الاحيان تصل من شهر شهر ونصف حتى شهرين. اولا، ما هي العلامات اللي تبقى عند المصابين او المتعافين من كوفيد 19؟ العلامات اللي تبقى اولا هي طول مدة غياب حاسة الشم، يعني الإنسان يبقى لمدة طويلة جدا أنه يبقى يحس بأن حاسة الشم ما حبش ترجع له، ذلك لأن كوفيد 19 تسبب في التهابات على مستوى العصب المسؤول على حاسة الشم. كذلك نلاحظ بعض العلامات تبقى عند المتعافين من كوفيد 19 وهو الإرهاق الشديد ومن حين إلى آخر والشعور بالتعب من حين إلى آخر وصعوبة الحركة أو القيام بالأنشطة القوية، لأن يقول لك إذا طلعت الدرج تاع البيت تاعي ولا في عمارة نحس باللي عندي صعوبة في التنفس ومن حين آخر أشعر بالإرهاق. أكيد أن كما نعلم بأن كوفيد 19 يمس ويأثر على الجهاز المناعي وبالتالي ينقص من القدرات تاع الجسم الإنسان، وكذلك لأنه يكون عنده التصاق بالزلفيول يعني الأسناخ الموجودين في الرئة وبالتالي ما يخليش مرور الأكسجين، وعلى هذا الأساس يعني نشعر من حين الآخر بصعوبة في التنفس أو ضيق أو شعور بالإرهاق نتيجة عدم دخول كمية كبيرة من الأكسجين بفعل بقايا كورونا أو كوفيد 19 المتحطم داخل الليزافيول الأسناخ الرئوية المسؤول على تصفية أو نقل الأكسجين من الهواء إلى الدم. كذلك العلامات اللي ما ذكرتها قبل قليل متعلق لماذا يبقى لاسيرولوجي تبقى لاسيرولوجي بوزيتيف، يعني إيجابية التحليل للأشخاص المتعافين، يعني يقول لك عندي شهر من اللي بريت ودرت الحجر الكلي والملتزم بكل المقاييس تاعو، لكن عندما عاودت درت تحليل لاسيرولوجي لكوفيد لقيتها إيجابية يعني بوزيتيف. نقول لك فقط لا تقلق أو لا تنفعل ولا تتوتر، وهو أمر طبيعي جدا لأن التحليل تاعك مبني على الإي جي إم والإي جي جي إلى آخره، وباش ما نعقدش الأمور نقول لكم فقط لأن بقايا يعني الكوفيد دقدق يعني طاب تحطمناه تحطم والبقايا تاعو موجودة في الدم، عندما نقوم بالتست نصيبه باللي مازال كاين لأنه بقايا تاعو فقط مازال كاين وليس أن المرض مازال كاين، فلنتفائل خيرا. شكرا لكم، وأنت فقط أن الرسالة كانت واضحة. أي تساؤلات أي إشارات أخرى نحاول نجاوب عليها في الأعداد المقبلة بحول الله. شكرا لكم.